تحصله للمأتم، كما نبارك للأخوة الكرام مولد أمير المؤمنين عليه السلام، ونرجو من الله العلي القدير أن نعيد هذه الذكرى في حال أحسن من هذا الحال. في قصيدة للشيخ عبد العظيم الربيعي يقول فيها: يهتز بيت الله بالأركان طربا بمقدم خيرة النسوان، هذه عقيلة هاشم من شبله أسد، حصان بنت خير حصان، حملت أمير المؤمنين فأصبحت في قدره تسمو على كيواني. قالت: إلهي إن قلبي مؤمن بك يا عطوف حقيقة الإيمان، سهل علي بحق سرك مودعا بضمائري، اهتز فيه كياني. الباب سد بوجهها بيمين ذي كفر هوى في الشرك والأوثان. فلذلك انشق البناء لا يعصي بناء البيت أمر الباني، وكذلك التام البناء كأصله، والعيب تشهد صنعته العينان. فتخال بيت الله ساعة سده بعد انفتاح البيت كالقرآن، عبثا يحاول فتح باب سيد البطحة بمولد قالع البنيان. العالم العلوي هيأ جنده مستبشرا بصنيعة الرحمن. أفضل الصلاة. Let's go.